تحيا بلادي 3 مرات قبل الأكل وبعد. تحيا مصر، تحيا مصر اللي شعبها بيعيش وضع بائس، تحيا مصر اللي شعبها في يوم من الأيام من 10 سنين وخمستاشر سنة زي الأيام دي كان الشعب المصري الأسرة تقدر تروح تشتري لها 3 4 كيلو لحمة علشان خاطر عيد الأضحى. فتحيا مصر، تحيا مصر اللي الشعب الآن بيقول له انزل اشتري ربع كيلو بسمة وهبة، مش لازم الشعب المصري هات لك ربع. طب وانت يا بسمه بتجيب ربع كيلو؟ لا. تحيا مصر اللي خرجوا فيها مشايخ العسكر يفتوا فتاوى ما انزل الله بها من سلطان. فتاوى هي غرضها الاول والاخير لارضاء العسكري، لارضاء الحاكم العسكري، زي بعض الفتاوي اللي كان بتخرج على مدار السنوات الماضية، واللي كان حتى في فتاوي من أئمة أخرجوها في أثناء التتار إرضاء لهم. ايام نجم الدين ايوب وابن عمه او عمه اللي هو الصالح اسماعيل اللي كان موجود في دمشق، الصالح اسماعيل كان موالي للغرب، كان موالي للدول الغربيه على حساب المسلمين، فعلشانه ديكتاتور اوجد مشايخ وائمه يبرروا لك فكره ان عادي نستعين بالجنود الاجانب على المسلمين. ففكرة ان وجود المشايخ اللي هو يفتلك فتوى على مقاس الحاكم وعلى رضا الحاكم موجودة في كل الأزمنة. ليه بقول لك القصة دي والمقدمة دي؟ علشان لما تتفاجأ ان احنا النهاردة بصدد ما يحدث في مصر هو تغيير ولعب أساسي في شرائع دين الله، هتقول لي لا انت بتأفور يا عبد الرحمن. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في القرآن الكريم قال ايه عن 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 الربا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مش ده ربنا اللي قال كده في القرآن الكريم؟ فلك أن تتخيل، لك أن تتخيل لما يخرج علينا واحد زي سعد الهلالي يقول لك عادي انك تاخد قرض عشان تروح تعمل حج او عمرة. هل يجوز الحج بمال الاقتراض؟ هو القرض في ذاته مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. لم يختلف احد على انه مشروع، اذا تدينتم بدين اجل مسمى فاكتبوه. طب انا اخد قرض ليه؟ عشان اعمل حج او عمره؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال لك ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟ انا لا استطيع، اذا سقط عني الركن. مش الحج ده الركن الخامس من الاسلام، وسبحان الله وتعالى على سماحه الاسلام وعلى دين اليسر وليس العسر، ربنا جعله الركن الخامس، يعني هو جعل الركن الخامس لان في ناس قد تكون ليس لها مقدرة، سواء الناس بدنيا ما عندهمش مقدرة، صحيا ما عندهمش مقدرة، ظروف عليهم ما عندهمش مقدرة للحج، ظروف مادية ما عندهمش مقدرة، أنا لا أستطيع، إذن الركن سقط من علي. ليه أروح أخد قرض؟ ولا خد القرض بربا عشان أعمل حج، طب اللي هو تمام أوكي، خدت القرض ورحت أعمل عمرة وما رجعتش. كده بقى أو حصل اللي حصل لي وبقيت في ذمة الله. القرض ده بقى أسده إزاي؟ يعفى عن الإنسان في كل شيء، في كل شيء، حتى اللي كان في سبيل الله يعفى عنه في كل شيء إلا إن كان مدينا لأحد، عليه أن يسدد دينه. عشان كده لما بيحصل حالة وفاة أو أي حاجة تلاقي أسرة أو أهل المتوفي يقول لك إيه، من كان له دينا عند أبي أو أخي أو أمي فيأتي إلي لأسد الدين عنه، إلا الديون. فلك أن تتخيل لما المشايخ والأئمة يطلعوا بالشكل ده يقول لك خد دين وخد قرض عادي. علي جمعة، ينفع اطلع احج بالتقسيط من خلال قرض؟ ينفع؟ انت متخيل الفتوى؟ يا عم الحاج ما معيش فلوس ما تعملش عمره، خلاص بس كده، ما تعملش حج، خلاص الموضوع خلص. ربنا سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نقطه من اول السطر، القران واضح، الدين الاسلامي دين السماحه واضح، الدين الاسلامي دين اليسر وليس العسر واضح، الامر واضح جدا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها واضحه. انما ليه بقى لازم نخرج مشايخ تألف في فتوى ترضي الحاكم؟ اهم حاجه الحاكم يكون ايه؟ برافو عليك، يكون مرضي. طيب الفتوى ديت على غير شرائع الدين الاسلام، مش مشكله. من ضمن الفتاوي الاهاوي اللي خرجها مشايخ العسكر واللي بيطلعوا يفتخروا ان هم مشايخ سلطان زي خالد الجندي بالشكل ده، الراجل يقول انا شيخ السلطان. مين عملها؟ الحمد لله الفقير الى الله. من ضمن الفتاوى خرجوا يقولوا لك على فكره بقى عادي جدا، اتس فاني نو بروبلم، انك تروح تعمل اضحيه بفرخه او بدجاجه او جوز كتاكيت. يا عم الحاج انا معيش، ما تعملش بس كده خلاص، انا معيش فلوس ان انا اروح اشتري خروف، ما خلاص معيش فلوس اشتري معزه، خلاص معيش فلوس اروح اشتري بهيمه من ربنا سبحانه وتعالى شرعها من بهائم الانعام كما القران الكريم قال علشان اعمل اضحيه، خلاص الموضوع خلص.
لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الموضوع خلصانه. انما فكره تبرير الوضع الاقتصادي المنهار ازاي؟ الدنيا ضايعه، كان في ناس واسر غنيه ومرتاحه ماديا، كل سنه كان بيطلعوا اضحياته كده، ما بقاش معاهم الان، والاسر الغنيه تحولت لاسر فقيره. ففكره اني برر هذا التردي او تردي الاوضاع الاقتصاديه، يبرر لك تردي الاوضاع الاقتصاديه ازاي؟ ان هو يحل يطلع لك فتوى ما انزل الله بها من سلطان، ويقول لك انت ممكن تعمل اضحيه بفرخه، يقول لك انت ممكن تعمل اضحيه ببطه. هو على فكره بس هو ما يعني ما دققش في فكره هل البطه بلدي ولا الفرخه بلدي ولا شامورتي ولا لا لا لا، قال لك بطه وخلاص، فرخه وخلاص. يا عم ازاي؟ يا عم ازاي؟ السنه النبويه والسنه المحمديه والقران الكريم وما اخذناه عن الصحابه والتابعين والائمه ما قالوش الكلام ده؟ لا عادي، مش احنا عندنا الفيلسوف الطبيب اللي ربنا بيكلمه حضرته فهمناه سليمان؟ خلاص عادي جدا جدا نطلع فتاوي القهاوي اللي ما انزل الله بها من سلطان، المهم تكون الفتوى بتراضي الحاكم. طب على غير دين الله؟ لا 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 مش مشكله، طالما على غير دين الله مش مشكله، احنا بس اهم حاجه الحاكم. الحاكم الحاكم اللي سبحان الله وتعالى وصلوا للعب في اساسيات وصميم الدين الاسلامي من اجل ارضاء عبد الفتاح السيسي، من اجل ارضائه. عايز تعمل عمره او حج؟ انت ما معكش فلوس بسبب الاوضاع الاقتصاديه اللي حصلت للبلد. ورحله العمر والحج في مصر والحج في مصر بقت من اغلى معني مش قادر اعمل ايه؟ روح خد قرض يا عم الحج، ما تعملهاش، من استطاع اليه سبيله، نقطه من اول السطر. يقول لك لا خد قرض، خد قرض، خد قرض، خليك مقترض ومديون وعليك قروض وقروض وقروض زي عبد الفتاح السيسي كده. طب يا عم الحاج انا النهارده مش قادر اضحي باي حاجه علشان خاطر الظروف المعيشيه والغلاء اللي حصل، خلى الخروف ب 10000. انت بتخيل الخروف ب 10000 جنيه وب 12000 جنيه؟ ليه الخروف ب 10000 وب 12000 جنيه؟ ليه؟ علشان الوضع اللطيف الكيوت والانجازات اللي بنعيشها مع مصر والجمهوريه الجديده. طيب انا ما عنديش القدره في ظل الجمهوريه الجديده ان اجيب خروف ب 12000 وب 10000 واعمل اضحيه، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا هات فراخ وكتاكيت ايه ده؟ ايه ده؟ كل هذا الكلام ما هو الا ارضاء لعبد الفتاح السيسي وفكره عصافير المخابرات، اللي زي ما في عصافير مخابرات في الفنانين وعصافير مخابرات شيرين ومش عارف مين وانت شويجري وعصافير مخابرات بتاع الكشري وعصافير مخابرات جبونه رانيا يوسف وعصافير مخابرات ياسمين عز ومش عارف رضوى الشربيني، عصافير مخابرات في كل مكان. في عصافير مخابرات اسمهم المشايخ، مشايخ السلطان، اللي زي ما قلت لك خرج خالد الجندي خرج بنفسه وقال لك احنا مشايخ سلطان بالشكل ده. الراجل اللي يقول انا شيخ السلطان، مين عملها؟ الحمد لله، الفقير الى الله. هي دي القصه كلها، مشايخ سلطان. اللهم انا نعوذ بك من فصيح اللسان. مشايخ السلطان دول سبحان الله وتعالى اكتر شيء دايما استعيذوا منه يا جماعه فصيح اللسان، اللي يستخدم فصاحة لسانه ولبقته وعلمه في غير ما أمر به الله عز وجل. سلام عليكم.